ثم هذا الأمر نفسه أيضا موجود في الأمور المادية، فإن الذي نحن ندركه من خلال الحواس أيضا لا ندرك إلا المعلومات، ماذا؟ معلومات بالذات. أما المعلوم بالعرض فهذه الصورة قد تطابقه وقد ماذا؟ وقد لا تطابقه. إذن حقيقة التمثل ترجع إلى هذا. ومن هنا لعله والله العالم أن التناسخ الملكوتي الذي يقولونه لعله واحد من معاني هو هذا المعنى الذي أشرنا إليه، يعني أن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام عندما مسح على عيني أبي بصير فرأى الناس على حقائقهم، هذا مو معناه انقلابهم في الواقع الخارجي من كونهم بشرا إلى كونهم مثلا كلاب أو قردة أو خنازير، يعني في الواقع الخارجي صاروا كذلك، لا لا، هذه حقائقهم تمثلت لمن؟ تمثلت لأبي بصير، وهذا هو معنى التمثل الذي يقوله هؤلاء. ليس معناه أني رأيته على صورة الحيوان الكذائي، يعني في الواقع الخارجي انقلب من صورة إلى صورة ها أخرى، لا ليس الأمر كذلك، بل معناه أن حقيقة هذا الإنسان الذي هو يمشي على ماذا؟ على اثنين وله هذه الخصوصيات، ولكن هذه الحقيقة لو أريد لها أن تتمثل لي كيف تتمثل؟ تتمثل بصورة كلب، تتمثل بصورة خنزير. وهذه أيضا الروايات التي تقول بأن الإنسان إذا وقف بين يدي ربه ولكن انشغل بنفسه، أخذ يلعب بلحيته أو بثوبه أو كذا، ألا يخاف أن يقلب الله صورته إلى صورة حيوان أو إلى صورة حمار؟ هنا يقلب يعني يكون حمارا خارجيا، لا، مراد أن الحقيقة تكون لو تمثلت لي تكون بصورة ماذا؟ بصورة حيوان. فلهذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والصورة صورة إنسان والقلب ماذا؟ قلب حيوان. خب هذه لماذا الإمام سلام الله عليه يميز بين الصورة وبين القلب؟ يقول الظاهر يبقى على ما هو عليه، يعني يبقى يمشي على اثنين ناطق إلى آخره، ولكن واقعه كمثل الحمار يحمل أسفارا، واقعه هذا. فلهذا القرآن الكريم تجد أنه يمثل البشر، يقول حمار، يقول أنعام، وهذه ليست تجاملات وليست مبالغات وليست تمثيلات شعرية، بل هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى حقائق وجودية، يعني الظاهر ظاهر الإنسان، ولكن هذا الظاهر كما الملائكة لو أراد أن يتمثل لي يتمثل بهذا النحو. ومن هنا في كثير من الأحيان كنتم تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا جبرائيل يكلمني يقول لي، ولكن هل كان يراه أحد غيره أو لم يراه؟ لا يراه أحد غيره. وهذا ليس معناه أن ولي الله الأعظم الإنسان الكامل الإمام لا يستطيع أن يتصرف في مدارك الآخرين بأن يريهم ما يرى. أنا وأنت لا أستطيع إذا رأيت شيئا أن أريك ما أرى، إلا إذا كان شيئا من الخارج. أما إذا كان في مداركي مثل الجوع فإنه إذا جعت يكون أمرا وجداني بالنسبة لي، لا أستطيع أن أنقل هذه الحالة ماذا؟ إليك. وهذا بخلاف الإنسان الكامل، فإنه قادر على ماذا؟ على أن يتصرف في مدارك الآخرين، فكما يتمثل له جبرائيل يتمثل ماذا؟ للآخرين. وهذا ما نجده أيضا في الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه كان يقول له رسول الله إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ولكنك لست بنبي وإنك على خير. إذن ذيك النبوة والرسالة لها مقام آخر، ولكنه هذه الحقائق كما كانت تتجلى وتظهر للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت تظهر لأمير المؤمنين والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من بعده. قال والتمثل، إذن هذا أيضا يمكن أن يقال نوع، ما هو؟ نوع من التناسخ، لأن الحقيقة شيء
وهذا المتمثل لي ما هو شيء آخر، ولكن هذا التناسخ ممتنع أو ممكن وواقع. ها، إذن لابد أن نميز جيدا بين التناسخ التمثلي والتناسخ النقلي والبروزي، لأن الحكيم السبزواري يرى بأن التناسخ البروزي كالتناسخ ماذا؟ النقلي ممتنع ومحال، كما أشرنا إلى معناه بالأمس.